بأجمل وأرق تحية وحي مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم. استأثرت مباراة العراق وتايلند التي جرت الأسبوع الماضي في بانكوك ضمن المجموعة السادسة لتصفيات آسيا وكأس العالم باهتمام العديد من المتابعين والأوساط المختلفة، وعلى الرغم من خروج المنتخب الوطني متعادلا بهدفين لهدفين مع نظيره التايلندي، إلا أن حصوله على نقطة واحدة من منافسه الذي كان يلعب على أرضه وأمام جماهيره لم يشفي غليل الجمهور العراقي على ما يبدو، والذي كان يطمح لحصد النقاط الثلاث خصوصا بعد أن كان المنتخب العراقي متقدما بهدفين حتى الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة. حول مسيرة المنتخب في تلك التصفيات وتداعيات المباراة الأخيرة وما أثير حول اللاعب ياسر قاسم واعتذاره عن اللعب ومن ثم العقوبة التي صدرت بحقه من قبل اتحاد الكرة، استضيف في هذه الحلقة من بغداد المدير الفني للمنتخب الوطني الدكتور يحيى علوان، ومن بغداد أيضا استضيف رئيس القسم الرياضي في جريدة زمان الزميل الدكتور عمار طاهر. وفي الاستوديو هنا أعزائي المشاهدين أرحب بضيف العزيز نجم الكرة العراقية الأسبق وصاحب العديد من ألقابها والشخصية الرياضية المعروفة الأستاذ هشام عطا عجاج. مرحبا أستاذ هشام. مرحبتين. الحمد لله على السلامة. وضيف عزيز تحل علينا بواشنطن وفي برنامج استوديو الرياضة. الله يخليك، شكرا جزيلا لك أستاذ حسام وإلى مشاهدي قناتكم الفضائية المحترمين. يا أهلا ومرحبا أستاذ. أعزائي المشاهدين، وقبل أن نبدأ حواري مع ضيوف الكرام في هذه الحلقة نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عدنان لفتة حول القرارات الأخيرة لاتحاد الكرة، نتابع. العواصف والرياح ما زالت تعبث بأوراق المنتخب الوطني المتناثرة بين ثنايا الخلافات والصراعات، الخشية أن تدفع تلك الأجواء أسود الرافدين بعيدا عن الحلم المنتظر في بلوغ كأس العالم. الشارع الرياضي يعيش غضبا عارما منذ عدة أيام بعد العقوبات التي أصدرها اتحاد كرة القدم ضد عدد من نجوم الفريق العراقي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراتي المنتخب أمام تايوان وتايلاند. المفترض كل يتعاطب مع قرارات الاتحاد لأنه قرارات كان في مكانها، أي لاعب إذا يمتنع عن المنتخب الوطني ما ممكن إحنا نتساءل مع هذا اللاعب أو ذاك اللاعب. إذا ما عاقبنا ياسر قاسم غير ياسر قاسم ممكن غدا يتكرر هذا الموقف أمام مباراة مهمة، ممكن بعد انتقالنا إن شاء الله إلى المرحلة الثانية مع أستراليا أو مع يابان أو مع كوريا الجنوبية يصير فلتان في منتخب الوطن العراقي. انتقادات واعتراضات واسعة طرحت في مختلف الميادين الرياضية لقرارات الاتحاد الكروي وعدم تصرفه بشكل مهني لحل مشاكل المنتخب الوطني، واصفين تلك العقوبات بأنها ستؤثر سلبا على مسيرة الأسود في تصفيات كأس العالم. الكل مخطئ والكل يتحمل، مو فقط ياسر، عقوبة قاسية بحق هذا اللاعب، ممكن يراجعوا نفسهم الاتحاد، ممكن يكون تعديل على هذا القرار لأن هذا اللاعب هو لاعب مهم ويخدم الكرة العراقية. كان المفترض أنه يعني نلتقي باللاعبين جميعا ونحل من الخلافات اللي صارت بيناتهم وما نفقد أي لاعب كان، وبعدين أنه أي لاعب نفقد إحنا في هذه الفترة العصيبة، يعني نفقد أنه شيء مهم يخص الكرة العراقية يعني جميعا. فأني كنت أتمنى من الاتحاد العراقي يكون أكثر صبر وأكثر مرونة ويلتقي باللاعبين جميعا ويقرب نفوسهم ولخدمة ولصالح الكرة العراقية. أكبر الانتقادات وجهت من إدارة الشرطة للعقاب الجماعي الذي طال لاعبيها، في حين ألمح رئيس اتحاد الكرة بأن احتمالات إلغاء العقوبات كبيرة في حال اعتذار اللاعبين وتجاوز الأزمة التي مرت بالمنتخب الوطني. جميع تفاجأ بالموضوع بعد اللاعبين من قبل المدرب يحيى علوان أو اتحاد كرة القدم. اللاعبين الشرطة لم يتوانوا بالتواجد مع المنتخب الوطني، خصوصا أن آخر وحدة تدريبية للمنتخب الوطني شهدت تواجد لاعبين الشرطة السبعة. لاعبي الشرطة ليس أقل وطنية من اللاعبين المنتخب الوطني، كانوا على استعداد تام بالتواجد مع المنتخب الوطني، ولكن صدر قرار إبعادهم من قبل اتحاد كرة القدم. على اتحاد كرة القدم مراجعة قراره بأسرع وقت. هؤلاء ثروة وطنية لا يمكن أن نتجاهلها، لا يمكن أن نركنهم في رفوف النسيان لمدة عام. ماكو مدى الحياة عقوبة الآن في خلال هاي الفترة،
ما نستدعي اللاعبين، ولكن إذا الآن لاعب إجا اعتذر للجماهير العراقية، للإعلام العراقي، للاتحاد العراقي، للكادر التدريبي، ممكن ننظر بها العقوبة. اعتراضات واسعة من الشارع الرياضي حيال القرارات المتخذة من اتحاد كرة القدم بحق عدد من نجوم المنتخب الوطني، معتبرين إياها مضرة بفرص الفريق في الوصول إلى كأس العالم. عدنان لفتة، الحرة، بغداد. وبعد أن تابعنا هذا التقرير أعزائي المشاهدين، نعود إلى ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، وأبدأ من هنا مع الأستاذ هشام عطا عجاز. أستاذ هشام، يعني المنتخب مبارياته من أمد بعيد هي الشغل الشاغل للناس وخصوصا في العراق، هناك ارتباط غريب بين الناس وبين المنتخب، يعني شنو هالسر هذا؟ يعني أستاذ حسام، هذه مسألة طبيعية، يعني أنه الشعب يحب المنتخب مالته، وهذه يعني بكل العالم مو بس بالعراق. نعم. لأنه ما يحقق المنتخب خاصة بالنسبة لنا بشكل خصوصي إحنا في الوقت الحاضر، أي انتصار يحقق المنتخب أو أي لاعب أو أي بطل رياضي، فالشعب يفرح هذه في هذه الأزمة اللي إحنا الآن نمر عليها. فالارتباط الوثيق هذا اللي موجود بين الشعب وبين اللاعب، هذه مسألة يعني منتهين من عندها، لأنه كم لاعب موجود بالعراق؟ صحيح. هم كلهم 11، خلينا نقول هم والاحتياط، خلي يقولون 22 24 واحد، فذولا يعني يعتبرون مفخرة، فالناس كلها يعني تتأمل منهم الخير وتتأمل منهم الإحراز النصر للبلد. هذه هي المسألة، القضية أزلية، هي ليست يعني وليدة صدفة، لا أبداً. من أيامكم من كنتوا أنتم بالملاعب أبداً، كانت هنا أتغني لكم العب يا حبيبي أبداً. هي مو قصة بس الرياضة أستاذ حسام، وإنما كل شيء يظهر رأسه، مثلاً المغني كاظم الساهر من يغني العراقيين كلهم يفرحون لأنه إجاب اسم العراق، هناك دكتور يؤدي واجب خدمة إنسانية للعالم هو عراقي، إحنا كنا نفتخر به، وهكذا يعني. طيب، القرارات اللي صدرت من اتحاد الكرة حول هاي مسألة إبعاد اللاعب ياسر قاسم، اعتذر هو عن اللعب مع تايلند، أصدر القرارات الاتحاد وتابعنا التقرير ردود الأفعال عليه، شنو رأيك بيها أنت؟ هل مع العقوبات ضد اللاعبين أم مع يعني ترتيب الأمور بشكل آخر؟ أخي حسام، أنا المعروف عني وأعوذ بكلمة أني أنه أنا أكره معاقبة اللاعبين. نعم. يعني من أول من كنت لاعب لحد الآن أكره أنه أنا أعاقب اللاعبين. الشيء اللي مفروض يكون، الشيء المفروض دائما اللاعب يجب أن يكون تحت أنظار المدربين ومساعديه والصحافة والإعلام وخاصة اتحاد كرة القدم. نعم. اللاعب عندما يطلع عن طريقه، أكو كثير من الأشياء اللي ممكن أنه وسائل تقدر ترجعه. فإذا كان ياسر قد صرح بهذا التصريح اللي خطير، فهذا أنا أصور هو مو مسؤوليته فقط، وإنما مسؤولية المدرب، مسؤولية المساعدين المدرب، مسؤولية الصحافة، الإعلام، التلفزيون، الاتحاد. لأنه اللاعب لما يجي المنتخب يجب أن يعطى محاضرات مهمة، يجب أن يفهم شنو المنتخب وشنو لما إحنا اختاريناك وجبناك هنا. فياسر أيضا غلطان، غلط كلش كبير أنه يجي يصرح بالهذا، بغض النظر يعني عن إذا هو تعرض إلى مضايقات قصدك أبدا، هذا الملجأ الوحيد إلا هو مدربه. لأن المدرب يعتبر الأب للفريق، يعني يجي يتكلم وياه ويقول له أنا عندي المشكلة الفلانية كذا وكذا وكذا، إذا محلل هي عدن ذاك الوقت تصعد للاتحاد، حتى أنا يصعد للاتحاد اللاعب أنا ما أوافق عليها، أنه اللاعب يجب أن يكون يعني عائلة متراصة بينه وبين اللاعبين بين المدرب، فيحل المشاكل بهذا. أما في هذا الوقت بالذات والمنتخب يجتمع واحد يصرح ضد المنتخب، وهذا أنا برأيي يعني مو صحيح عطلان، ويجب أنه يعني المدرب والاتحاد يأخذون دورهم في هذا، ويعطوهم محاضرات أول ما يجيبوهم أول يوم للمنتخب، يقولوا لهم إحنا عائلة
متراصة متكاملة متعاونة يعني متفاهمة. أي شيء يصير بيناتنا يجب أن نحل مشاكلنا بيناتنا، أما يطلع لاعب من المنتخب يصرح أنا ما ألعب وما أدري في هذا الوقت بالذات، أنا أصورها مو صحيحة. وبعدين حتى القرارات اللي صدرت همينة أيضا مو صحيحة، كان يجب أن تحل بشكل أن استدعاء للاعب ومعرفة أسباب هذا التصريح. نعم، احنا نشوف رأي الكابتن يحيى والزميل عمار بعد ما نروح إلى فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكملة مشوار هذه الحلقة الخاصة من برنامج استوديو الرياضة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ومرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة من هنا في واشنطن، الأستاذ هشام عطا عجاج، ومن بغداد الدكتور يحيى علوان، والزميل الدكتور عمار طاهر. وأبدأ هذا الجزء مع الدكتور يحيى علوان. دكتور، شلون تنظر لما يرافق مباريات المنتخب ونتائجه؟ هل ترى امتداد طبيعي لاهتمام الناس بمنتخب بلادهم؟ يعني هل تتقبلون أنتم في الكادر التدريبي كل ما يقال في الرأي العام وفي الإعلام؟ وما تعقيبك على ما قاله وتفضل به الأستاذ هشام عطا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى الكبيرة إلى أستاذنا الكبير هشام عطا عجاج، الأخ الدكتور عمار طه، وأتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية. بالنسبة لما رافق المنتخب الوطني من يعني تداعيات وأحداث واهتمام من الجمهور بشكل طبيعي، لكنه في بعض الأحيان قد تكون بعض الأمور يعني تتأول بالجانب الإعلامي فتعطي طابع كبير أكثر من الطابع الحقيقي لها. يعني كل الأمور كانت ماشية باتجاه صحيح وأمور صحيحة، حتى إبعاد بعض اللاعبين اللي تكلمت عليهم بعض الأخوان بالصحافة الرياضية أنه هي هاي مشاكل، هي بالحقيقة مو مشاكل، هي يعني أما تقرير طبي أو عدم إكمال جاهزية اللاعب أو بالجانب اللياقي. يعني ذني كلها كانت لها أسبابها موجودة ومدونة من قبل دكتور الفريق ومدرب اللياقة البدنية وإحنا بالجانب الفني، فكانت كل الأمور يعني إذا كان مثلا يعني علي صلاح وعلي حسين رحمة وحمادي أحمد وباقي اللاعبين كلها يعني أبعاد اللاعبين كانت لها أسبابها الحقيقية اللي هي تمثل يعني دور المدرب في تواجد اللاعبين معاه في المعسكر التدريبي، فهي ما تعتبر مشاكل، هنا اعتبروها مشاكل حقيقية هي طبيعية بكل العالم، انه انت تاخذ مجموعة من اللاعبين وتبدي يعني تنتقي من هؤلاء اللاعبين اللي هو عددهم كان يعني عدد بال 30 لاعب، تنتقي من عندهم 23 لاعب حتى يوصلون الى المباراة النهائية، وهذا اللي صار. اما بالنسبه للحديث اللي تكلم به الاستاذ هشام عطا عجاج فهو حديث رائع جدا وحديث تربوي ونابع عن خبره كبيره بمعالجه هذه الاشياء. نعم. احنا بالنسبه الى ياسر قاسم يعني خلال فتره التدريب اللي هو موجود بها مع الفريق، هو كان انسان لاعب طبيعي مع بعض اللاعبين، يتفاعل مع اللاعبين بالتدريب ويتفاعل معنا في شرح واسلوب خطه اللعب. دكتور راح نرجع احنا بس لو تسمح لي، ياسر قاسم راح نخلي فصل كامل نحكي عليه، بس رايك بالعقوبات انت اللي اصدرها الاتحاد، هل انت مع هذه العقوبات ام مع الدعوه للوفاق وعوده اللاعبين للاستفاده منهم مثلا ياسر وغيره للاستفاده منهم في لا هي العقوبه يعني برايي العقوبه يعني اذا تمادت وصارت اكثر من حاله بها تكون ضروريه، يعني مثلا امتناع لاعبي الشرطة، انسحاب مجموعة من اللاعبين، انسحاب ياسر قاسم من الفريق، يعني أصلاً صارت بها نوع من التمادي بها. لكن الشيء الجميل اللي يعني اللي هو موجود إنه رئيس الاتحاد من قال هاي العقوبة اللاعبين يستحقون هاي العقوبة، من هي العقوبة؟ وإنما
أعطى مفتاح لحل هذه الأمور وهي جانب الاعتذار. نعم. يعني أعطى مفتاح للاعبين. طيب يعني بيها مجال إنه اعتذروا. يعني بهاي العقوبة. ممكن تسوية الأمور يعني وتعود المياه إلى مجاريها. يعني هو إحنا اليوم. وهذا هو الجانب التربوي اللي نبحث عنه. هذا ما ورد على لسان أستاذ عبد الخالق مسعود يعني. طيب. طبعاً هو هذا الشيء يعني هذا يثبت إنه الكابتن الأستاذ عبد الخالق مسعود يثبت حسن النية من خلال العقوبة. وليس هي جانب تدمير للاعبين. يعني مثلاً نادي الشرطة بالفترة اللاعبين يعني اللاعبين يعني اللاعبين ما أدوا فجانب حسي وطني اتجاه الفريق. بس يعني اللاعبين قالوا نادي الشرطة ما يجون اللاعبين شنو ذنبهم؟ اللاعبين شنو ذنبهم؟ إذا النادي مثل قال لهم لا تروحون هم مو خيرين هم يعني بالعكس هم ماكو لاعب ما يتمنى يلعب منتخب بلاده. شوف أستاذ أنا أقول لك شيء أكو غير أندية بالبداية ما راح أذكر اسمها يعني نادي اعتقد او ناديين قالوا احنا ما راح ندز اللاعبين لكنه وقفه اللاعبين الموجودين بالنادي اللي هم طيب. لاعبين اصبحوا لاعبين اساسيين بالفريق الان قالوا ماشي. احنا نروح نمثل بلدنا لان هذا تمثيل البلاد تمثيل العراق ولا يمكن ان نتخلى خلينا ننتقل للدكتور عمار قبل ما يخلص نعم. الفاصل حتى لا ناخذ حقه انتقل الى الدكتور عمار نعم. طاهر دكتور نعم. اهلا بك شلون تقيم مسيره نعم. المنتخب حتى الان بعد مباراتين بالتصفيات ورايك باختصار بالعقوبات اللي انذكرت للاتحاد بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية تحية لحضرتك أستاذ حسام يا مرحبا وتحية للمشاهدين الكرام وتحية لضيفك الكريمين القمة والقامة العالية يعني شرفتي طبعا بشكل كبير أن أكون مع الأستاذ هشام عطا عجاج بتاريخ المعروف وكذلك تحية إلى الدكتور يحيى علوان المدرب الكبير طبعا أنا أعتقد أنه اللي حصل هو جزء من يعني من فوضى هو جزء من فوضى يعيشها النظام بشكل عام يعني واعتقد انه هي الفوضى هاي فوضى تنظيميه يعني اكثر ما هي فنيه يعني الدكتور يحيى يتكلم على موضوع انه ماكو مشاكل اذا ماكو مشاكل والاعلان ده يهول هذا الموضوع لماذا الاتحاد يصدر هذه العقوبات القاسيه عقوبات الى شعار اخر اعتقد ان الاتحاد يتبع سياسه حافه الهاويه انه انا اترك الامور سايبه اترك الامور فوضى ومصر طبعا على بعض الاشخاص يعني انا اتكلم بشكل مباشر استاذ حسام انا ما اعرف الاتحاد ليش يصر على رئيس البعثه وعلى مشرف الفريق نعم. ليش هاي السنوات كلها ما يتبدلون ليش دائما تصير المشاكل بالمنتخب المشاكل التنظيميه اعتقد الاداريين تحملوها وهاي المشاكل ادت الى مثل ما قلت لك سياسه حافه الهاويه انه انا اصل الى مستوى معين من الفوضى من التسيب ثم اتخذ عقوبات قاسيه المؤسف حقا انه الاتحاد بعد ما اتخذ عقوبات يعود ويتراجع عن عقوباته واحنا اذا تتذكر موضوع نور صبري بكاس القارات ايضا حرمه وبعدين رجع نور صبري الى المنتخب الوطني والعقوبات طبعا ايضا تثير السخريه استاذ حسام بس خليني اكمل عفو تثير السخريه يعني ماكو عقوبه لا شعار اخر انا عاقبه لا شعار اخر او عقوبه مدى الحياه فاعتقد الاتحاد يعني هاي المساله يعني تثير كثير من التساؤلات كثير من المشاكل اذا ردنا احنا يعود الاستقرار للمنتخب الوطني اعتقد يجب ان نبدل رئيس الوفد او رئيس البعثه وكذلك مشرف الفريق نعم يعني انت مع العقوبات ام ضد العقوبات والله يا استاذ حسام انا مثل ما قال استاذ هشام يعني يفترض اكو عقوبات اذا كان اكو خروج عن السياقات الطبيعيه لكنه انا ما اترك الموضوع سايب وفوضى وبعدين اجي عاقب بدل الحياه نعم. يعني الموضوع هذا اعتقد متناقض يثير التناقض يثير السخريه طيب. العقوبات مطلوبه لكن العقوبات تكون الى حد معين يكون الاتحاد تراجع يعني اخ عمار الاتحاد تراجع عن مساله لتصحيح. مدى الحياه وقال لفتره نعم. محدوده خلينا نروح الفاصل وبعدين نكمل لان احنا الفواصل ما شاء الله فوقنا وفوقنا ما مطيتنا مجال اليوم نعم. اذا اعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكمله مشوار هذه الحلقه من استوديو الرياضه ابقوا معنا
اهلا بكم من جديد، وارحب مره اخرى بضيوفي في هذه الحلقه. هنا في الاستوديو معي الاستاذ هشام عطعجاج، ومن بغداد المدير الفني للمنتخب الوطني الدكتور يحيى علوان، ومن بغداد ايضا الزميل الدكتور عمار طاهر. واسال الاستاذ هشام عطا، استاذ هشام، يعني شلون تنظر لقضيه انضباط اللاعبين، العلاقه بين رئاسه الوفد والكادر التدريبي مع اللاعبين، وانت ترأست العديد من الوفود مع خيره نجوم الكره في الفتره السابقه؟ يعني اخ حسام، احنا خلال فتره طويله يعني اللي اشتغلنا بها بالرياضه ما صار عندنا في يوم من الايام انه الا ما ندر يعني مشاكل بسيطه نحلها داخل المنتخب، وده من خلال تواجدنا معهم بصوره مستمره. اولا اختيار اللاعبين يجب ان يتم ليس على لعبه ايضا، وانما يجب ان يتم على معايير اخرى، الانتظام بالتمرين، الضبط والربط مالته اثناء يعني اثناء اجتماعهم، اثناء جمعهم في الفندق، في التدريب، في اللعب خاصة، هذه أيضا مهمة. هاي كلها الأشياء يجب أنه إحنا نباوعها باللاعب ذاك الوقت يلا يصير اختياره، حتى إحنا هذه المشاكل اللي تصير الآن يجب أن يعني ما تصير هذه. هذه يعني عيب علينا إحنا كاتحاد وكدولة وكمنتخب وكرياضيين أساسا، يعني إحنا نتكلم على نفسنا. من يجي المنتخب يجب أن يصير نوع من الاجتماع بين الاتحاد وبين المدرب تنسيق. المدرب كذا كذا، يحكي لهم اللاعبين أنتوا شنو، أنتوا ناس يعني شعبكم مختاركم أنه أنتوا هالقد ويتمثلوه جانب المعنى وجانب الأخلاقي والتربوي، ولا هذا تقول لهم يعني أنه أنتوا تربحتكم أنتوا تمثلون المنتخب، فعليه يعطوهم تعليمات. انه انا اعتقد انه الاخ عبد الخالق مثلا اقول له، والاخوان اللي يرافقون المنتخب والمدرب ايضا، يعني ما يسمحون اللاعب يصرح اثناء التدريب. يعني انا ما عجبني اليوم التمرين اجي اصرح انا قدام زين، لا، واذا تصير مشاكل معينه تبقى داخل البيت، يعني ما المفروض تطلع وتتسرب بشكل او باخر. احنا شفنا يعني حتى فيديو طلعوا مثلا الياسر، هذا مو صحيح. يعني استاذ حسام، المدرب هو اب للفريق، صح؟ اول ما يصير فد شيء، بس هو مو بس المدرب، هناك رئيس وفد، هناك مسؤولين الاتحاد، هو اذا تريد انت الصحيح يعني صح. الكابتن اللي موجود قائد الفريق، احيانا هو متكان رعد حمودي مثلا كان قائد فريق، احنا احيانا كنت رئيس اتحاد احكي وياه اقول له روح قول لهم هيك وهيك احلى تصير، صح؟ اجمل يعني يتقبلون بشكل اخوي من عنده. اذا ما انحلت عندنا المدرب اللي هو الاب الروحي للفريق، يجي يقول له ترى عندنا هيك مشكله هيك وهيك، اما انا اطلع راسا بالصحافه واحشي واقول هذا هيك وفلان، خلي نشوف راي كابتن. اكو فد شغله واحده الاخرى، يطلع ورا يونس مثلا يصرح اني لا صدر، خلي ازيدك من الشعر بي استاذ هشام، ياسر قاسم صدر بيان ويونس رد عليه ببيان اخر، يعني هاي ظاهره البيانات، احنا ما شايفين لاعبين يصدرون بيانات. انا بدي اقول لك يعني انا بدي اقول لك شنو دور يعني يونس، انا احب يونس ولاعب ومحترم ومطيع باللعب ولاعب يعني ادى واجبه كلش وخدم المنتخب العراقي بشكل جيد، لكن ما يصير يقول اني اذا ياسر يقول علي انه اني كذا كذا اطلع من المنتخب، شنو هي طلبات المستمعين؟ يقوموا طلبات المستمعين، انتم لاعبين ما يصير تسرحون مشاكلهم بيناتهم. نعم، ومع احترامي فتشي نقطه، ولو يمكن اخاف الاخوان بالصحافه يزعلون علي، يعني حتى الصحفي اللي يجي عليه بلاعب منتخب يجب ان يشعر انه هو صحفي من يكتب يعني اهميه هذا التصريح على المنتخب، صحيح. سواء كان توقيته سواء كان ايجابي، نعم، او صح. هذا ايجابي هلا بيخلي خليه نشره، لكن اذا كان سلبي. دكتور يحيى، سمعت ما قال الاستاذ هشام، رايك بهذا الموضوع؟ يعني هاي مساله تسريب المشاكل، او يعني ليش ما تبقى محصوره؟ ليش ما يعني مثل قبل ما حد يطلع، ما حد يقدر يحكي، هاي كان لها انعكاس سلبي ايضا على المنتخب، شنو رايك؟ اول
يمكن استاذ هشام تكمل تكلم بموضوع انه دور الاعلام في يعني ابراز التصريح. نعم. يعني احنا نشوف اليوم يعني قسم من القنوات الفضائيه يعني تاخذ يعني فد مساحات كبيره في الكلام على مشاكل هي بالاصل يعني يمكن انا من اقول ماكو مشاكل يمكن تستغربون يعني. يعني المشكله هي فقط عندما غادر اللاعب ياسر قاسم الفريق، انما كان بس الفريق كان بوضع ضبط جدا ممتاز. نعم. من يتكلمون يقولون اكو تسريبات نتوقع او ماكو حدث يعني، هسه انا اتمنى من اي واحد يقول لي شنو اكو مشكله يحدد لي اياها، يقول هاي المشكله هاي موجوده، يعني بما معناها اكو فد حدث وصار هاي المشكله. عدم ياسر قاسم، اما انا اللي ذكرتها بالبدايه بعاد اللاعبين هذا كان قرار قلت اما من الدكتور الفريق او جانب اللياقه او جاهزيه ضرغام اسماعيل بالنسبه لضرغام وعلي حسني هذني. يعني ليش غير دكتور ليش نعم. انت بدل ضرغام اسماعيل وعلي حسني بعد ما قدموا نعم. مستوى جيد خلال المباراه؟ لان عندك اي نعم عندك ضرغام بدايته ما لعب مباريات يعني قبل البطوله، مجرد التدريب لانه ما لحق ما صار عنده يعني الورقه مالته مال الانتقال تاخرت نعم. شلون؟ فهو كان يحس اكو تشنجات بجسمه في الدقائق الاخيره، يعني شوف المباراه ويا تايوان انا بدلته. يعني تبديل اضطراري قصدك؟ المباراه اللي هذا اللي بدلته تبديل اضطراري طبعا اذا تلاحظ يعني تسجيل المباريات راح تلاحظ انه ضرغام مديده على رجله يسحب رجله للاعلى لانه اكو عنده شد بالكولف وهذا راح يؤدي الى تمزق هذا اللاعب. طيب. وبعدين هذا راح يصرفك من ابتعد شهر كامل عن شوف هاي لو يشيلونا بها احنا نقول لهم يابا هاي ترى هذا السبب هو جانب طيب. فني في حمايه اللاعب من الاصابه. خلي شوف دكتور عمار حتى دكتور. يقدر يعني نعم. يعيد نفسه مره ثانيه. نعم. دكتور عمار هل من الصحيح تداول يعني الامور الشخصيه للاعبين في وسائل الاعلام؟ هل انت يعني مع هذا التوجه او انفلات اللاعبين ولجؤهم مثلا الى هذا تسريب الاخبار بشكل اكيد كل انسان استاذ حسام كل انسان له خصوصيته طبعا من المعيب يعني انه انا اصور لاعب يعني هو يمارس حياته الشخصيه او حياته الاعتياديه طبعا هذا الفيديو هو مرفوض تماما وما مفروض اظن يعني ايضا يظهر بالاعلام لكن اكو مساله مهمه استاذ حسام يعني انا اسمع من خلال الحديث انه اصبح المتهم هو الاعلام وليس نقول احنا ما نقول اداري خلينا نقول احنا التنظيم يعني هو بالاساس ماكو مفصل صحفي مع بعثه المنتخب الوطني هناك منسق اعلامي هو الزميل محمد خلاف نعم. وهو جزء من منظومه الاتحاد يعني احنا ما كان اكو اعلامي حتى اللاعبين يلتقي بهم ويصرحوا له او هذا الاعلامي يحاول يخلق نوع من الاثاره ما كان اكو موجود حتى مثل ما ذكرت حضرتك صارت اكو حرب مال بيانات يعني بين هل انت مع هذه الظاهره وعلى مواقع نعم اكيد لا بالتأكيد طبعا يعني هو أي تسريب من المنتخب هاي طبعا كلها تعود إلى عدم وجود ضبط وربط في المنتخب وجود تسيب وجود فوضى وهذا يعني مصر على رأيي أنه هذا يعود إلى الإداريين اللي موجودين مع بعثة المنتخب ما يتحملها المدرب ولا يتحملها اللاعب يتحملها الإداري المفروض يكون هناك ضبط وربط وإدارة قوية وحازمة مع البعثة طيب. مع بعثة المنتخب هل أنت مع ما قيل أنه يونس هو سبب المشكلة يعني هذا التسريبات أنه يونس اتهم من قبل ياسر وياسر رد عليه يونس لاعب كبير احنا نعم. هل انت مع بقاء المنتخب اسمح لي يونس لاعب كبير يعني نعم. اكيد بالتاكيد يونس لاعب كبير تاريخ كبير احنا يعني ما مفروض احنا في بطوله او مشكله صغيره احنا ننسف تاريخ اللاعب يعني نعم. ما معقول احنا نتكلم على يونس هذا التاريخ الكبير هاي القامه المديده اللي خدم الكره العراقيه طول هالفتره احنا على مشكله بسيطه احنا ننسف تاريخه وتعليقات انا يعني البحث شفتها حقيقه تعليقات اكثر سخيفه بالحقيقه بعدين يعني انا اتكلم كل من ورايه دكتور يعني انا تلقيت انت لو تسمح لي تلقينا رسائل عديده على الفيسبوك على ايميل البرنامج يعني هناك من يرى انه ضروره مثلا انه يا اللاعب يونس يعتزل مثلا يقولون خليه يعتزل ويفسح مجال غيره بينما مثلا الكادر التدريبي يرى انه من الممكن الاستفاده من عنده وهناك اراء اخرى يعني بصالحه وضده فهو يريد انت الخلاصه نعم. شنو رايك باختصار
استاذ حسام طبعا هو بالتاكيد طبعا هو القرار الاول والاخير للدكتور يحيى علوان. أكيد. هو المدرب وهو المدير الفني وهو يقرر مدى احتياجاته للاعب من عدم حاجته، اما بقاء اللاعب بالملاعب فهو يقرر اللاعب، يعني اللاعب هو يقرر انه وصل الى يعني خلينا نقول ارض العمر الكروي وخلاص انتهى بعد ما عنده عطاء او يودع الملاعب. بس خليني اذكر لك بس مشكله بسيطه تدل على عدم وجود التنظيم. يعني رحله الفريق من طهران الى تايلند، الحمولة الزائدة، توزع صناديق على اللاعبين وكأنه اللاعبين هم يعني مع احتراماتي لمهنة الحمالة أو حمال، أنه حتى ما يصير وزن على البعثة أنا أوزع الصناديق اللاعبين يشيلون صناديق. أي منتخب بالعالم إحنا ما نسمع اللاعب يعني بهذا هاي الطريقة نتعامل مع اللاعب بهذه الطريقة. هاي مشكلة قد تكون هي إحنا نشوفها بسيطة لكن أنا برأيها مشكلة كبيرة. إحنا أستاذ حسام مع الأسف يعني ما عندنا سياقات، وعندنا احنا موضوع التنظيم الاداري لبعثه المنتخب الوطني حقيقه هي يعني تنظيم هزيل، وهاي المشاكل كلها انا اعتقد حتى تنعكس على الجانب الفني. ماكو مشاكل فنيه مثل ما قال الدكتور يحيى، لكن اكو مشاكل اداريه، وهاي المشاكل الاداريه قاعد تنعكس على الجانب الفني. واحنا نتمنى ان تنحل مشكله اللاعب ياسر ويعود من جديد الى صفوف المنتخب بعد ما يقدم اعتذاره او بعد ما تحل هذه المشكله. وخلي نشوف الزميل مهند العاني قدم لنا فد شيء فاصل على ياسر قاسم، خلي نشوفه. اشتق للناس اذا سلوك عني، وش نعذرك اذا عرفوا بعدني، تقلهم عافني لو نعفت، خسر هو تقلهم لو خسرت. اشتقل للناس اذا سلوك عني، وش نعذرك اذا عرفوا بعدني، تقلهم عافني لو نعفت، خسر هو تقلهم لو خسرت. لك ما غلطان انا وياك مرتاح، وحسبت الله على تعبي عوض الراح، مع كل الاسف خيب ظني، ظني 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 ظني، مع كل الاسف خيب ظني. طبعا تحيه للملحن الشاب عمر هادي على هذا الصوت وهذا اللحن الجميل، وان شاء الله على ايد عوده ياسر قاسم. وانا شفت ما ادري دكتور يحيى تاثر شويه، ما ادري حب الاغنيه لو تاثر بالموضوع. خلي نروح بالفعل، يعني هو يعني خسرنا يعني، وهذا التصرف مالي يعني جت فيت هاي الاغنيه، جت فيت كبير جدا جدا. خلي حقيقه هذا شيء يعني يؤلمنا احنا. نعم، خلي نشوف تقرير على الدوري، يعني ولو شويه نخرج عن السياق. الحلقة البارحة بدأ الدوري والزوراء خطف أول 3 نقاط إلى بعد ما فاز على فريق الكرك بهدفين سجلهم اللاعب الدولي علاء عبد الزهرة اللي هو أحد نجوم المنتخب الوطني أيضا. شوف هذا التقرير للزميل عدنان لفت. أضيئت الأنوار ورقص المشجعون احتفالا بانطلاق النسخة الجديدة من دوري كرة القدم بلقاء صاحب الرقم القياسي لألقاب الدوري الزوراء مع فريق الكرخ بملعب الصناعة. نجم اليوم الأول من المسابقة هو المهاجم الدولي علاء عبد الزهرة الذي أمتع الحاضرين بإحرازه أول الأهداف بضربة رأس جميلة، ثم رفع من أفراح مشجعيه بالهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة. الأهداف جت من أخطاء فردية، يعني أنا متأكد أنه فريقنا عنده أكثر من هذا، لكن الجول الأول يعني بالإضافة إلى ضربة الجزاء اللي الحكم يعني أعتقد شوية كان متسرع بها غيرت مجرى المباراة، والمباراة راحت نتيجتها راحت، لكن يعني إن شاء الله في المستقبل فريقنا قادر أنه يعوض ويصلح وضعه إن شاء الله. حرارة الأجواء لم تمنع من حلول الشتاء على مجريات الشوط الثاني، حيث أصاب البرود أداء الفريقين. الكل يعرف أنه الفريق أغلبية لاعبي جدد، فمن الصعب أنه الفريق يدخل يعني دخول قوي للدوري. الحمد لله وشكر اليوم أثبتوا اللاعبين والكادر التدريبي بقيادة الكابتن باسم قاسم أنه من طينة الكبار،
لاعبين يعني صح ملاعبين مباراة واحدة ملاعبين مع بعض، بس الحمد لله وشكر اليوم ثبتوا انهم رجال قدموا مستوى طيب، ونتمنى انه نستمر. استعدادنا غير جيد، يعني عندنا لاعبين معترفين يعني امس وصلوا، يعني ما قدروا يسجمون يعني صعبه شويه، فالحمد لله احنا النتيجه راضين عليه، ان شاء الله القادم افضل، فريق الزوره فريق جماهيري، ان شاء الله القادم افضل. الحمد لله والشكر قدمنا مستوى طيب، انا اعتقد ولو مو هذا المستوى اللي انا اتامله كمدرب الزوره وجمهور الزوره، لكن انا اقول البدايه وفق هذه المعطيات جيده بتحقيق 3 نقاط وهدفين، وحقيقه يمكن حتى فريق الكرخ ما كانت هناك خطوره تذكر. عدنان لفته الحره بغداد. وبعد أن تابعنا هذا التقرير أعزائي المشاهدين ننتقل إلى فاصل، وبعد نواصل مشوار هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. قم معنا. اهلا ومرحبا بمشاهدينا الكرام، والجزء الرابع والاخير من هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياضه، واعود مره اخرى الى ضيفي في الاستوديو، ضيفي العزيز الاستاذ هشام عطا عجاج. استاذ هشام، طبعا اليوم يلعبون الشرطه والقوى الجويه، انت اكيد قلبك ويا القوى الجويه، الدوري شاف شفنا التقرير عنه، اي ايش تتوقع من يفوز استاذ ولو بعيد يعني شوي عنده حسام؟ انت سعدنا على القوه الجويه ولا هذا؟ انا طبيعي، انا يعني سواء كان مسلكي طيار وكان اذا كنت لاعب فبالقوه الجويه، لكن اسال كل اللاعبين القدماء واسال كل المدربين، انا عمري من حازيت للقوه الجويه عندما استلمت مسؤوليه الاتحاد. انا اقول على بالنسبه للدوري، اذا كان دوري اكو منتظم ومهيئ ومخطط له مسبقا، كل المباريات تصير منظمة كي. ويقدر المدرب الفلاني أنه يباوع، يعني قد يجوز بكرة وبعد بكرة يختاروه هو مدرب شباب ناشئين. نعم. مدرب يعني مو بس اللاعبين، هو مسرح لهم لإظهار قدراتهم، وأيضا إنما المدربين أيضا طبيعي. المدرب مثلا أنا مدرب نادي الزوراء يلعب القوة الجوية يلعب هذا، أنا أحضر مباراة. شوف إحنا اللعبات اللي بالعالم كله، يعني من يلعب مثلا تشيلسي ويا ريال مدريد مانشستر، شوف المدرب مال غير نادي قاعد يباوع يكتب ملاحظاته، شنو عنده هو مثلا فد نقاط ضعف في تدريبه. بالمناسبه انا شفت لك جول، يعني سوله مرد من عمارنا، هذا جولك على اعتقد البريد والفرقه الثالثه من منتصف الملعب ويحرك السنتر، وهشام عطى عجاج اخذ الطوبه وراوغ له 3-4 على طريقه مارادونا، وراوغ يمكن جلال عبد الرحمن بوقتها وسجلت هدف رائع. هاي باي سنه استاذ هشام؟ هذه سنه 67. شوف ذاكرتي ايش قد قويه، يعني انا كان عمري 6 سنوات صف اول ابتدائي وروح الولد الله يرحمه. لازم اعطيك نقل. اي لا، واحنا الكل كانت تقلدك، يعني رقم 7 الكل لبسه، وبالمنتخب استاذ هشام لك اهداف جميله، اجمل الاهداف. الله يخليك. اي هدف يعني؟ والله هو يعني قلت لك ان الدوري يجب ان يكون منظم، يعني انا استغرب. لا اهدافك، ردت هدف ويا المنتخب اجمل هدف لك. يعني اكو مثلا هدف مثلا ويا ليبيا بهالكاس العرب الثالث، انا قولته كاس الجول اللي سجلته في مرمى الكويت من ضربه الركنيه. الهدف سجلته هم ايضا ضد ليبيا في كاس العرب في الكويت. يعني الهدف اللي سجلته في مرمى الزمالك، يعني لما غلبناهم 3-0، يعني هاي اهداف خالده، يعني هذا على ترنشل تشيكي باشاش المجري، عندي اهداف يعني. ان شاء الله تكون انه وياك حلقه خاصه، لانه هاي احنا ما يكفينا ال5 دقائق او ال10 دقائق اللي تطارك، لان ضيف عزيز علينا. الله يخليك. بس اريدك شويه تتاقلم على الجو هنا بواشنطن، مثل ما يقول المرحوم عم بابا تتعقلم شويه. الله يرحمه. الله يرحمه. ارجع للدكتور يحيى على افتتاح الدوري البارحه، كانت هناك انتقادات انه لم يكن الافتتاح بالمستوى المطلوب، المفروض فتشي يليق بهذا الدوري، وانت جانا نقل انه كنت قاعد بمباراه الزوراء والكرخ البارحه، شنو رايك بالافتتاح؟ نعم والله الافتتاح يعني صراحه كان يعني
مسر ومفرح بوجود الجمهور والمباراة كانت نظيفة ومباراة يعني فير بلاي بيها بشكل عالي، تنافس كان عالي ما بيها مشاكل، ظهر الجمهور بمستوى رائع، وهذا الدوري. يعني احنا نبحث مرات على احتفالية او بداية، واحنا بالاصل يعني الملعب الرئيسي مالنا هو مكامل ملعب الشعب، لكن بصراحة فريق نادي الصناعة هيئ ظروف مناسبة لبداية الدوري. طيب. جميل، واعتقد هاي بالنسبة لي هذا التواضع هذا هو المهم. باختصار كلمتك الأخيرة، لأن الحلقة أوشكت على الانتهاء، بالنسبة للمنتخب ماذا أعددتم لفيتنام؟ باختصار والله إن شاء الله إحنا عازمين على نحقق. إحنا أكو ناس هواية كانوا معجبين بأسلوب اللعب وقوة الفريق العراقي بجانب الأسلوب الحديث اللي بدينا به، وإن شاء الله نعتقد هذا إن شاء الله يوصلنا لكأس العالم. بس نريد إحنا دعم من الكل، لأن يعني الدعم للعراق ما يمثل الاتحاد فقط ولا يمثل يحيى علوان ولا يمثل هو، حتى ندعم المنتخب ندعم العراق. ونريد يعني نحافظ على شخصية الرموز الفنية الموجودة بالمنتخب الوطني. يعني أكو بعض القنوات الفضائية شوية يعني استهزأت بشخصيات رياضية من خلال الكلام، من خلال يعني مثلا دعوة بعض الناس اللي يتكلمون يعني بجانب غير فني، بجانب يعني عام يعني سطحي. بالحقيقة هذا يجب أن يكون مرفوض. ليش؟ يعني أنا اسمح لي أتكلم بهذا. يجب أن تكون قيمة ما موجود بالمنتخب الوطني هي قيمة العراق، قيمة الناس، الثقافة يجب أن السود على الوسط الرياضي العراقي. يعني ما نسمح إحنا بعض القنوات الفضائية أنه يستهزئون بالشخصيات الرياضية. لا، الاستهزاء يعني مرفوض. إحنا نقول لازم يكون الاحترام والكبير مرفوض للكل، ونقد الموضوع. هذا جانب. هذا وأنا على كل نتمنى لك التوفيق للمنتخب وإن شاء الله إحنا نستفيد من النقد الموضوعي إن شاء الله وينجح بمشواره. نعم. النقد هو هذا اللي نريد نستفيد من عنده من يكون موجود. نعم دكتور عمار، بختام هاي الحلقة كلمتك الأخيرة حول المنتخب. أستاذ حسام، أنا أيد اللي ذهب إلى الدكتور يحيى. الإعلام الرياضي يفترض يكون شريك في الإنجاز. نعم. المهمة وطنية، والمفروض الإعلام العراقي هو إعلام وطني معروف بوطنيته، المفروض يقف مع المنتخب الوطني. الرموز الرياضية هي خط أحمر، يعني كل الرموز الرياضية سواء كان لاعب أو مدرب أو شخصية إدارية قديرة يفترض تكون خط أحمر. بالعكس، إحنا مع النقد الهادف البناء الملتزم. نعم. إحنا نرفض أي حديث يكون خارج النص. نعم، بعض الفضائيات هي خارج عن النص. شكرا. نعم. شكرا دكتور عمار. في ختام الكلمة الأخيرة أيضا الأستاذ هشام معطى، ضيفنا العزيز في البرنامج وفي الاستوديو اليوم، نورتنا. تبقى منورنا الأستاذ هشام. شكرا أخ حسام. يعني كلمة أخيرة أنه أوجهها لل يعني للاعبين والاتحاد وللصحافة. أنا ما قلت الصحافة، يمكن الدكتور عمار قال اتهمت أنه الصحافة. لا، الصحافة جزء. يعني أنا صحفي، لما يجيني لاعب يريد يحكي أشوفها مردودها هل هو إيجابي على المنتخب ولا لا، لأنه هو جزء من مكمل للرياضة الصحفي. أستاذ هشام، المشكلة اليوم هي الصحافة، يعني ما صارت محدودة مثل ما كانت قبل على ناس اللي هم وصلوا بالطرق الصحيحة. نعم. الآن المشكلة هذا الانفلات الإعلامي والسوشيال ميديا والفيسبوك، يعني كل واحد يقدر يكتب وكل واحد يقدر يحكي وكل واحد يطلع أخبار. هاي مشكلة كبيرة، يعني كل يعني تطلع مرات خارج النص. يعني أستاذ حسام، أنا ما أتكلم على الفيسبوك وما فيسبوك، أنا أحكي يعني على الصحف والقنوات. نعم. أنا من يجيني لاعب ويقول لي كذا وهيك ويحيى، أقول له دقيقة. طيب. ابني روح على المدرب مالك، حل مشاكلك معه، إذا ما حلها روح للاتحاد، وإذا أحلها الاتحاد ذاك الوقت أكو. فما رأسا صحف وتنشر وكذا، هذه مو تأثر على الفريق طبعا. أيضا أيد هذا القول الدكتور عمار طاهر. في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، أتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي من واشنطن الأستاذ هشام عطاء عجاج، ومن بغداد الدكتور يحيى علوان، وأيضا الدكتور عمار طاهر. وأنتم أعزائي المشاهدين، لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج توني بعيني والمنفذ فادي أقوب ومحمد حسين أجمل تحية. راسلونا على الإيميل موجود أسفل الشاشة وعلى صفحة البرنامج في الفيسبوك. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.